أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الوطني والأسبوعي لقاءات وحوارات خاصة. وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم وضيفي الأكثر تميزا لهذا الأسبوع المهندس زيد زبانة. بداية يسعد مساكم، نورنا مهندسنا. مساء الخير، أهلا وسهلا، شرفتونا. تسلم يا رب. بداية يعني لو بدنا ناخذ نبذة بسيطة عن حضرتك، على دراستك، على بداياتك، كيف بلشت ومتى بلشت؟ تفضل. الله يسعدك. اسمي مهندس زيد زبانة، تخرجت من الجامعة الأردنية. بلشت أشتغل بأنظمة السيكوريتي لأنه كنت صراحة يعني هذا الاشي بشدني، يعني أنا بهتم بهذا الموضوع. نعم. بلشنا بشكل عام بإيش موجود بالسوق في الفترة هذيك، في خلال يعني بحوالي 2011 ما كان في هالتكنولوجيا يعني زي هلا، زي هذا الوقت يعني بتعرفي تتطور كتير سريع بهذا المجال. نعم. بسبب عدة عوامل يعني. تمام. كان بلشنا يعني في أنظمة السي سي تي في اللي هي الكاميرات، الفاير، أنظمة الحماية من الحريق بشكل بسيط، وبلشنا مع الوقت نتوسع. ل كنا نحاول نعمل مثلا أنظمة نربط بين هذه الأنظمة، نحاول نطور عليها ونقدم قد ما بنقدر خدمات، يعني نشوف الزبون إيش بده وإيش بفيده أكتر إشي، ونحاول إنه نقدم له سوليوشن حسب إحنا خبرتنا. نعم. الآن لما نتحدث أيضا عن الشركة بشكل عام، نتحدث عن تأسيسها بحيث نعرف السادة المشاهدين. تفضل. الشركة تأسست بال 2015، كان الفكرة منها إنها الهوم أوتوميشن الزي ويف اللي هو الوايرلس هوم أوتوميشن، عشان نحاكي نطور البيوت اللي فيهاش إنفراستراكتشر جديدة اللي هو مش مجهزة، خلينا نحكي في تمديدات الكوابل والأسلاك، لأنها تكون متطورة. فاحنا احنا بنقدم السيستم الوايرلس الهوم اوتوميشن الوايرلس اللي هو بيركب على الانظمه البيوت المش مؤسسه، مش نعم. مؤسسه لهذا الغرض، المنازل القديمه خلينا نحكي. نعم. الان بدنا نفوت اكثر بالتفاصيل، نتحدث اكثر يعني بشكل مفصل عن الخدمات اللي بتقدموها، اليه العمل عندكم هون كيف بتتم؟ تفضل. هلا احنا طبعا كشركه ستراكشر، يعني في عندنا المشاريع، في عندنا المبيعات، وفي عندنا البزنس ديفلوبمنت او تطوير الاعمال. ببلش المبيعات، بجيب المشروع، السيلز بفهم بالضبط شو بده الزبون، بحاول يقدم له اكثر من اوبشن على اساس انه الزبون ينقي الاوبشن اللي بيناسبه اكثر. تمام. واللي هو حابه اكثر واللي بيرغبه اكثر واللي بفيده، خلينا نحكي اكثر، من كان أتمتة المنازل، حماية المنازل، حماية الممتلكات إن كانت مادية أو إن كانت خلينا نحكي موظفين HR. نعم. بالنسبة لموضوع الشركات، حماية دوامهم، السيطرة على دوامهم، يعني هذه هي. بالتأكيد. اللي يعني من سنة 2015 الشركة متأسسة، لو بدنا نتحدث عن أبرز المشاريع اللي حققتوها، نبذة بسيطة. تفضل. يعني إحنا اشتغلنا مع عديد من البنوك من دون ذكر أسمائي طبعاً، قطاعات الاتصالات، شركات قطاعات الاتصالات، وبالنسبة الأكبر خلينا نحكي اللي هي ريزيدنشال، يعني المنازل. نعم. يعني بشكل عام على القطاع الخاص والحكومة، يعني تعاملت والحكومة تعاملنا طبعا، اليو ان اش سي ار اشتغلنا، بالزعتر اشتغلنا. نعم. طبعا كان اهتمامهم بالسيكوريتي أكثر، والكاميرات اللي هي مداها بعيد، يعني ممكن توصل. نعم. لمدى 300 متر أو أكثر. نعم. لو نتحدث الآن عن تطور هذا القطاع، كيف بتشوفه؟ قطاع متطور عندنا بالأردن؟ طبعا جدا، وأسعار منافسة وخدمات عالية جدا، وفي سوق كويس يعني عندنا. والإقبال بشكل عام كيف بتشوفه؟ جيد يعني. نسبيا جيد. نعم. جيد. احنا بنعتمد طبعا على نظام الماركتينج اللي هو بسموه word of mouth، يعني زبوننا بجيب زبون أكثر إشي، يعني هذا بنلاقي إنها هاي أحسن إشي. يعني هذا دليل على سمعتكم الطيبة بدنا نحكي يعني. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. لو بدنا نتحدث، واجهت صعوبات ومشاكل مهندس زيد؟ أكيد طبعاً، كل شيء يعني بمحرز إن الواحد يحصل عليه إلا يكون فيه له صعوبات ومشاكل. نعم. يعني زي إيش؟ يعني أيدي عاملة، بدنا نتحدث جهات معنية مثلاً.
يعني ممكن من أكثر الصعوبات إنه نوصل الفكر التكنولوجيا، يعني مثلا موضوع إنه التكنولوجيا خصوصا في زمننا هذا والإنترنت وإنترنت أوف ثينجز وهاي الشغلات، في كتير يعني الناس صعب شوي إنه تفهمها علينا، يعني تلاقينا مرات منحكي بواد والزبون بواد يعني، بس إنه منحاول قد ما بنقدر إنه نورجيه، يعني هو بس يشوف بفهم أكثر. أكيد بالتأكيد. مهندس زيد، يعني بنهاية لقائنا نحن بنتشكرك على اللقاء الجميل مع حضرتك بطاقة معايدة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، والعام أنت بألف خير يا رب. تفضل. بحب أتوجه بالشكر لطاقم العمل اللي بيساعدونا، وطبعا بجهودهم إحنا وصلنا لهون، وبحب أعيد على الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، وبتمنى من كل قلبي الله يديم الأمن والأمان على الأردن وعلى الشعب الأردني بوجود جلالة الملك المعظم، الله يخلينا إياه. آمين. بشكرك مرة تانية ويعطيك ألف عافية رب. طبعا بنهاية لقائنا سوف نقوم بعدد لقاءات وحوارات خاصة بالتصوير مع الزميل عمر الدوائمة داخل الشركة، مع الكادر الموجود عندك وأيضا مع الشريكة. طبعا. أهلا وسهلا.